تشعر ان عمرك لا زال اهلك ان تمارس الرياضه رياضه كره السله؟ اي طبعا اقدر. زين اقدر. تقدر تقول لنا من اللي طلعك؟ ممكن نقدر نساعدك. والله هي كره السله تابعه لوزاره الشباب والرياضه. زين زين. ويا ريت يعني اتمنى ان ارجع لرياضتي واتمنى ان ارجع للملعب واتدرب، وحتى اللياقه تصير عندنا فول. يعني حتى اذا تشوف هسه جسمي كان بسبب الرياضه يعني صار هيك جسمي ويبني الجسم ودي زين والحمد زين. لله. رساله الى السيد حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي لكره السله. أيوة. اريد يبقى وياي يعني محمد. رساله الى السيد حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، وأيضا إلى وزير الشباب والرياضة الأستاذ أحمد المبرقع، السيد أحمد المبرقع. محمد لاعب كرة السلة يعني، وهذه الرياضة رياضة يحبها ويريد يمارسها، فأتمنى أنه بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو التحقيق بهذا الموضوع وعودة محمد لرياضته المفضلة اللي يحبها ويقول لك أنا هاي رياضتي ومحقق بها إنجازات إن شاء الله. أستاذ حسين العميدي، دكتور حسين، أتمنى أنه وأنا شخصيا راح أرسل لك الحلقة بعد انتهائها، وأيضا إلى السيد وزير الشباب والرياضة. محمد شنو تحب توجه لهم؟ أوجه لهم رسالة أن أرجع لرياضتي، أن أقدم شيء وأرجع وأتمرن وأسوي، وأريد أرفع يعني حالي اللي رفعوا اسم العراق أرفعه أكثر وأكثر يعني إن شاء الله. ان شاء الله، واكيد راح نتواصل ويا هذا الموضوع، وان شاء الله الاستاذ حسين العميدي ما يقصر، وايضا وزير الشباب والرياضه اتمنى يفتحون تحقيق ليش تم استبعاد محمد. والله يا ريت. لا تتدلل محمد، هذا واجبنا اليوم احنا كاعلام كسلطه رابعه، واجبنا انه نسلط الضوء عليكم، خصوصا انت رياضي وايضا تمتلك العديد من المواهب.